عايز تركب سكرينه كويسه لموبايلك وتحمي الموبايل من الخبطات والصدمات، يبقى انت لازم تشوف الفيديو ده للاخر علشان هقول لك ايه هي افضل سكرينه ممكن تركبها لموبايلك. وانت بتتفرج اعمل لي لايك، ولو في اي استفسار سيبهولي في تعليق وهرد عليك ان شاء الله. تابع معايا للنهايه. ناس كتير بتسالني ايه هي افضل سكرينه للموبايل واللي بتحمي الموبايل. اول حاجه هبدا معاكم بالسكرينه السيراميك دي. سكرينه افتكاسه من الاخر، لو الموبايل اتخبط هيتكسر والسكرينه مش هتحميه. الميزه الوحيده اللي فيها الملمس، فلو انت هتركب بلاش تركب السكرينه دي لانها افتكاسه من الاخر، وغير كده وكده بتخلي الالوان باهته معاك شويه وبتضعف العين. اما السكرينه اللي بعدها وهي الغوريلا دي برضو سكرينه كويسه ولكن مش الافضل، علشان بس تكون عارف. والسكرينة الفايف دي دي من السكرينات اللي شغالة وبتستحمل برضو. اما افضل سكرينة في الاربعة دول هي الاتش دي بلس، دي سكرينة بجد سميكة بس تكون الخامة الكويسة لان في سكرينات مضروبة. اما بقى ارخص سكرينة واللي بنقول عليها اوحش سكرينة، لا هي مش اوحش سكرينة من الاخر، هي دي العملية، هي دي اللي تستحمل هبد ورزع، يعني لو الموبايل اتخبط هي اللي هتتكسر الموبايل مش هتكسر، علشان بس تكون عارف انواع السكرينات ايه ومحدش يضحك عليك. وللاسف بعض المحلات بتستغل الناس وبتبيع السكرينات باسعار خياليه، يعني ممكن السكرينه دي نشوفها في محلات ب 45 وب 65 وب 75 جنيه وهي سعرها اقل من كده بكتير، والسكرينه دي برضو ناس بتبيعها غاليه، وللاسف برضو الناس مفكره ان دي حاجه كويسه. ارخص سكرينه دي بتتباع في معظم المحلات ب 15 وب 20 جنيه وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجبك وقدرت اساعدك، ما تبخلش عليا، اعمل لي لايك حالا وتابعني، ولو في اي استفسار سيبهولي في تعليق وهرد عليك ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام.